مشاهدينا، نحن اليوم رح نغطي مجموعة من الحالات لسيدات كغارمات. الغارمات هم سيدات بياخدوا قروض من شركات غير ربحية، ما بعد ذلك هذه الشركات الغير ربحية بتم مطالبتهم لتسديد القروض ولكن بفوائد عالية وأيضا غرامات يومية. السيدات معظمهم بيعانوا من قضية تأنية الفقر، يعني هناك فقر بيعانوا منه، بالتالي بيضطروا إنهم يتوجهوا لهذه الشركات دون وجود أي ضمانات للسداد، بالتالي بتوقع بمشاكل مختلفة كل سيدة حسب حاجتها لهذا القرض. خليكم معنا مع فريق كلام صريح ونشوف شو اللي عم بيصير مع السيدات، شو الظروف اللي هم عاشوها وليش توجهوا لهذه الشركات وكيف بتم مطاردتهم ومطالبتهم بتسديد القروض اللي عليهم. أربعة الفجر بطلع الحاوي بدي أطعمي الأطفال الصغار اللي عندي. يعني قبل ما مات أبوهن كان أبوهن مريض وكان ينكسر عليه أجرة بيت، وقبل ما مات كان محبوس على أجرة بيت برضو كمان، وهيني قاعد بسد أنا عنه دين، والله بيعلم بحالتي شو أنا. يعني أخذت القرض أنا لأنه كنت بدي أطلع من بيت ورح جبت قرض ودفعته، وبطلت إني أنا أتحمل إني أسكر القرض، والله بيعلم فيي وبحياتي. يعني شو بدي أقول لك، الشكوى الغير الله ما دل. $500 أخذتهم، الـ500 بخليهم كنه 700 مدري 800. كنت أسد كل شهر $48، فبطلت أقدر إني أسد، يعني سكرت بوجهي. يعني ايام بكون ماشي حافي قالوا لي اعملي بدك تعملي مشروع، قلت لهم بدي اعمل مشروع. وبعدين اخذتي انت المصاري طلعت؟ رحت اخذت المصاري وطلعت سكرت الاجر. طيب صاروا يحكوا معي اقول لهم والله ما معي، اليوم بدبر بكره بدبر الشهر الجاي بدبر، اخر شيء راحوا رفعوا علي قضيه. وبعدين شو صار؟ ما رجعت كلش، يعني بس اشوف شرطه بهزم بتخبى، وايام بيغاضوا عني. يعني ما قبلوا ياخذوني بحث جنائي حرام. قالوا لي حجي خلص روحي. اجاني اخلاء مده 15 يوم، بعدين لي 3 أيام من ال 15 يوم بجد اوعيه بالشارع. بطلب اول شيء من رب العالمين ومن جلاله الملك يسمعني ويشوفني، ما بدي يعطيني جلاله الملك الا 4×4 احط فيه الخيمه بس. يعني انا مره محروقه ما بنام بالليل، والله بنيتي يحرم علي. تجربة سيئة جدا فيها بالأول، يعني إغراء كبير وسهل، وبالظروف الصعبة هاي يعني أنا رحت على أكثر من شركة، الأهلية، الأمين، وصندوق المرأة. أخذت أكثر إشي من صندوق المرأة طالبة سيئة. يعني إذا مثلا اليوم الدفعة ما دفعت اليوم، من الصبح الصبية بترن عليك اليوم عندك دفعة ادفعيها، معاك للساعة 3 اللي هو دوام البنك، ما دفعتيها نفس الشيء بدها تضل ترن عليك كل لحظة والتانية وتهددك انه في شرطة، انه ممكن يمسكوك، انه ممكن تنسجني يعني او تنحبسي من اذا ما دفعتي الدفعة. يعني غير اللهجة السيئة، غير الالفاظ مش حلوة، لهجة الامر. اليوم بدك تروحي تدفعي قرض المرأة، إذا ما دفعتي الدفعة قبل الساعة 2 أو 3 إنهاء الدوام رح نيجي على البيت وناخدك من البيت، معنا الشرطة. ما قدرت أدفع الدفعة، فحكت معي الصبية وقلت يعني قالت لي إنه الدفعة بدك تدفعيها، فقلت لها ما معي أدفع، أروح أسرق عمل غلط عشان أجيب لك، ما معي. فحكت لي إنه اليوم عليك قيد، بنزل القيد، وفعلا ما قدرتش أدفع. ولما سألنا وكذا كان عن جد علي قيد.
أنا كنت راحلة من البيت عشان هيك ما أجي لي على البيت. ظرف الأول إشي أخذت فيه قروض إنه أنا كنت محتاجة فلوس لمحامي وما كانت توفر معي وما في حدا حوالي يساعدني أو يعني كلهم رفضوا هذا الإشي، فأنا توجهت للقرض عشان أنا من باب إني أنا ما بدي أخسر حقوقي، حقوق أولادي طبعاً. قيمته 600 دينار أنا أخذتهم، ومن شهر 4/2017 لحد الآن شهر 7/2018، وبشهر 7 أساس آخر دفعة بلغوني هداك الشهر إنه لا لسه في دفعة أنت مش دافعتها. هلأ أنا متفقة معاهم مثلاً كل أول شهر مثلاً 1/9 أنا بدفع دفعة شهر 8 مثلا، بصير 5/9 ببلشوا انت ما دفعتي بشهر 8 بتصلوا فيكي، بصيروا يهددوكي بالسجن، يهددوكي هاي بيستلموكي فيها، بصيروا يبعثوا لك رسائل تهديد على الاس ام اس، وبضلوا يتصلوا فيكي طبعا ويبعثوا ناس، وبتصيدوكي بالليل بعد العشرة بعد ال11 مرات على الوحدة شركة الاونر، وعلى الوحدة وعلى التنتين بالليل بيرنولي من ارقام غريبة، بضلهم كل يوم رقم جديد. وانا مثلا شركة الاونر صار عندي عجز بشهر 6، ايش السبب؟ انا انقطعت عن الشغل، فلما انقطعت عن الشغل بشهر 6 رنوا لي بدهم الدفعه، توجهت لصندوق المراه قدمت قرض اول مره، ثاني مره رفض، ثالث مره طلعت واحده من زميلاتي قربتها بتشتغل، بيومين مشت لي المعامله، بكره العيد الساعه 3 اتصلوا في اجي اخذ الشيك ونفقه الاولاد. هي انا بعد نفقه الاولاد 82 دينار. مشاهدينا شفنا وسمعنا قصص الغارمات اللي اضطروا إلى الحصول على قروض من الشركات الغير ربحية. نحن اليوم عم نتساءل أين المساءلة والمراقبة على هذه الشركات، وكيف يتم إعطاء القروض للسيدات دون وجود أي ضمانات لحمايتهم من المساءلة القانونية والقضائية. كانت معكم عبيدة عبدو، برنامج كلام صريح، الأردن اليوم.